ماتش 6-1 بيفكرك بايه؟ انا ما اعرفش يا ماتش، انا برضه ماليش في الكوره. عايز اقول لك ان انا ليا في الشغل بس. طب ما افتكرش غير الجول الاولاني بتاع رضا شحاته اللي جه قبل بعد 3 دقايق، و3 دقايق مش موجودين في الهجوم. يعني هو التلفزيون جه والجول بيخش، كان حاجه موقف غريب جدا. طب اي حاجه انا كنت امبارح من احلى الايام للاهلي، يعني خالد بيبو ومانويل جوزيه كانوا عاملين احلى يعني احلى ايام الاهلي لعبها، وكانت احلى لعيبه في مصر ساعتها، وكان ذكريات جميله. ما كانش يوم كان متوقع يعني الاخر طلب مش متوقعين الاهلي يكسب، وسته كمان يعني كان الاهلي دايما لعب غريب كده، وكان برضو اول ذكرى مع مانويل جوزيه وكده، فكان يوم سعيد يعني بالنسبه للاهلي. تقريبا كان ايامها برضو لسه صلاح سليم قبل ما توفي وكده، فده برضو كان اهداء لصلاح سليم. يعني كلمه بقى توثق بيها اليوم ده؟ لا مش كلمه اوثق بيها اليوم ده، يعني هو منتخب منصور لازم يمشي عشان كل حاجه تبقى ماشيه صح. فرحه الاهلاويه. اشهر بقى هداف كان في اليوم ده؟ بيبو وبشير طبعا. بيبو وبشير مفيش، يعني هتسالي اي حد بيبو وبشير. بيبو وبشير.